ورجعنا لكم مرة تانية بعد الاستراحة مع الفقرة اللي كتير من المشاهدين بيستنوها علشان يتعرفوا على أسرار الرشاقة والجسم الصحي. موضوع النهاردة بيهم كل بيت في مصر لأنه مرتبط بالأطفال، ومفيش في بيت في مصر ما فيهوش طفل أو أكتر. وطبعا موضوعنا هيكون عن سوء التغذية عند الأطفال. منوراني النهارده في الاستوديو دكتوره مي عبد اللطيف، اخصائيه التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه، ومن الفريق الطبي لشركه اون تارجت فارما. هتكلمينا النهارده يا دكتور عن خطر سوء التغذيه على صحه اطفالنا، صح كده؟ وازاي نتجنبها؟ وايه البدائل الصحيه اللي ممكن نديها بقى لاطفالنا بما اننا داخلين على المدرسه وفي بعضهم دخل بالفعل، وطبعا الام بتكون محتاره ازاي تعمل لانش بوكس صحي لاولادها. اولا انت منورانا ومشرفانا ولابسه يعني اهلي النهارده تمام جدا، لازم نشجع. طبعا موضوع مهم وفرصة ان احنا يعني نتكلم فيه قبل دخول بقية اولادنا بقى المدرسة علشان نعرف ايه الاخطاء اللي ممكن احنا نكون بنقع فيها نتفاداها، وعايزين صحة اولادنا تبقى برضو في الفصل الدراسي زي ما بيقولوا ايه، نقنن من فكرة التعب ونعزز جهاز المناعة بتاع الولاد بشكل قوي عشان نتفادى الوعكات الكتير ويعني ادوار البرد الكتيرة اللي بيتعرضوا لها. تمام. اول حاجه احنا عايزين نعرف اصلا يعني ايه سوء تغذيه، او انا ليه ممكن طفلي مثلا يعاني من السمنه وهو مثلا لسه 3-4 سنين. اول حاجه انا ما ينفعش الوم الاطفال واقول ان احنا عندنا ظاهره منتشره اسمها سوء التغذيه، لان سوء التغذيه ده اصلا بيجي مننا احنا، ده دورنا كاب وكام. انا دلوقتي لو انا ابني او بنتي شايف ان انا مثلا ماما وبابا بياكلوا اكل صحي، صحتهم كويسه، واخدين بالهم من صحتهم ومن شكلهم، انا هربي جواه الفكر ان هو لازم يختار الاكل الصحي ويبعد عن الاكلات اللي بتضر جسمي. فسوء التغذيه ده احنا اللي بنتسبب بيه لاطفالنا، فدي حاجه مهمه جدا لازم كل ام تبقى واعيه. يعني انا لازم مثلا كدوري كأم في البيت ان انا لما اجي اطبخ مثلا اختار كل البدائل الصحيه على قد ما اقدر. صح. فانا لازم ابعد عن اي حاجه تانية ممكن تضر صحه اطفال، يعني الاطفال زي مثلا ايه، انا دلوقتي باجي اطبخ ابعد لازم عن السكر مثلا الابيض، احنا بنسميه السم الابيض. استخدمه بدائل مثلا العسل، سكر الساسل ده سكر دايت وده اكتر حاجه طبيعيه، نفس يعني طعم السكر الطبيعي بس امن على الجسم ما فيهوش اي اضرار. مثلا ابعد عن المقليات، عن الزيوت، انا لازم يعني لو انا عايزه بقى احمر او كده لازم مثلا ايه استخدم الزبده، السمنه، يعني استخدم في بدائل. والله يا دكتور بقى في الاير فراير وبقى في حاجات بمعلقه زيت، والفرن برده، يعني لو حطيت الفرن هتطلع كريسبي مقرمشه وكل الاطفال هيحبوها. فده في الاول دوري انا اللي ببقى مسؤوله عن سوء التغذيه للطفل. ما ينفعش الوم الطفل ابدا، زي ما قلت لحضرتك احنا قدوه اطفالنا، فلو شافونا بناكل صح وصحتنا كويسه هم لازم هيبقوا كده برده. بس طيب كلمينا بقى احنا نتفادى ايه، يعني احنا دلوقتي عايزين نعمل لانش بوكس صحي، وقلنا ايه المكونات الاساسيه اللي احنا ندور عليها نحطها لاولادنا. ماشي، احنا لو عرفنا الاول قبل مثلا يعني اديني الحاجات الثوابت اللي انا بنوع بيها اللانش بوكس وبعدين نتكلم في انواعها. تمام، هنقولها بس قبل مثلا ما اقول ايه البدائل الصحيه، انا في ثوابت كده لازم ابعد عنها. حلو. لو انا بعدت عنها هعرف العب بقى في البدائل الصحيه. اول حاجه طبعا زي ما قلت لحضرتك الزيت، احاول اعمل اكلي باي في الفرن زي ما حضرتك قلتي الاير فراير. ابعد مثلا لو انا هحط عصير ابعد عن العصاير المعلبه. ايوه طبعا بالظبط، احاول مثلا ادي لهم هعمل عصير انا اللي اعمله فريش ويكون طازه، يعني مش اعمله من بالليل، اعمله الصبح. الصبح هو نازل عشان وما صفيهوش، دي اهم حاجه لازم يستفيد بالالياف اللي جوه الثمره. بالظبط، فدي حاجه مهمه جدا ان انا لازم اخلي بالي منها، لان انا لو اديتهم عصاير بقى واستسهلت المعلبه دي انا كده بدي لهم سكر بس، انا كده بتسبب في بدانه، يعني انا كده ابني على المدى الطويل هو هيتعاني من امراض السمنه. فدي اول حاجه هنبعد عنها. نبعد عن مثلا النشويات يعني الضر او اللي مش هتفيد جسمي قوي، يعني مثلا بلاش رز، مكرونه، الحاجات دي اكيد مش هتبقى في اللانش بوكس، بس في على فكره امهات كتير بيحطوا مثلا باستا بردي الحاجات دي مش مش بتبقى مشبعه، ساعات الولاد بتزهق يعني هي هي ممكن تبقى بديل للعيش بدل ما ياخد سندوتشات مثلا، برضه تبقى ايه بطريقه صحيه. برضه مثلا ايه الحاجات اللي انا لازم ابعد عنها، اللحوم المصنعه. ايوه دي اكتر خطر، عشان كده بنعمل اللانشون في البيت. بالظبط، دي احسن حاجه. زي اللانشون، البسطرمة، البولوبيف، الحاجات دي كلها لازم ابعدها في اللانش بوكس، ما فكرش ابدا لو انا عايزه ادي لهم اعمل انا اللانشون، اعمل الحاجات دي في البيت تبقى صحيه وضامنه اللحمه وضامنه نظافتها وكل حاجه. بالظبط، فدي بقى ايه الحاجات الاساسيه اللي احنا المفروض نبعد عنها. كويس.
الناس. نيجي ناكل ايه بقى مثلا في اللانش بوكس بتاعنا؟ هناكل مثلا اهم حاجه الوجبه تبقى فيها بروتين، بروتين مشبع جدا وهيديله الطاقه اللي هو برده محتاجها. بيض، جبنه، احاول ان انا انوع له الخضار، اهتم بالخضار جدا ده لازم ده. عشان مليان الياف في الالوان بقى وخيار، اه طبعا الجزر، الطماطم، الجرجير، الحاجات الورقيه برضو بتبقى حلوه جداً. بس ممكن الجرجير يمشي شويه، هو الخس طبعا حلو جدا وهيحسسهم بالشبع اصلا، يحس ان الياف كلها تدي المعده امتلاء. فدي حاجات مهمه. الفاكهه مهمه جدا جدا في اللانش بوكس. الفاكهه اللي بتبقى حلوه في الوقت ده، هم بما انهم اطفال فجسمهم محتاج الطاقه، الاطفال دايما عندهم نسبه الحرق بتبقى كويسه جدا. يعني حتى احنا عندنا حالات كتير بتجيلنا في شركه اون تارجت فارما اطفال، وهنشوف دلوقتي حالات بيفور اند افتر، بس بتبقى تعتبر من الحالات السهله بالنسبه لنا، لان الطفل حرقه بيبقى لسه كويس، الانسولين عنده لسه مش عالي قوي نقدر نعمل كنترول. فدايما الاطفال بتبقى من الحالات احنا بنزعل ان الطفل تبقى عنده سمنه وحالته يعني مثلا الصحيه هتبدا، بس الحمد لله بنعرف نلحقهم، بنعرف ان احنا نوجههم للطريق الصح. تمام. فدي من الحاجات اللي احنا لازم نخلي بالنا. تفاح، تفاح، موز، برقوق، الجوافه برضو حلوه، بس هم ممكن ياخدوها في العصير، ما بيحبوش ياكلوها كده ساعات. اه وبرضو اشيل البذر. الحاجه اهم حاجه الالياف، ان انا ما اصفيش الحاجه، بس الجوافه اشيل البذر بتاعها. اكيد ده تمام. تمام. فالفاكهه مهمه جدا عندي، التفاح زي ما احنا قلنا، البرقوق، الخوخ، الرمان، لو انا حطيت كده فصصت له شويه رمان في اللانش بوكس برضو يعني لونه كده بيشهي، بيفتح الشهيه. حلو. دي من الحاجات المهمه جدا تبقى. طب ادينا بقى حته صغيره كده للسويتس الغلابه الحلوين دول، عايزين ياكلوا منها. ده سؤال يعني حلو جدا. اديله اي حاجه طب الولد نفسه فيها يعني. هنديلهم وهنديلهم على فكره برضو نشويات. ممكن بقى نشويات زي ايه؟ اعمل بطاطس في الفرن. اوكي. الويدجز مثلا دي حلوه جدا، بدل ما احمرها ادخلها في الاير فراير. لا انا بتكلم على السويتس الحلو زي الشوكولاته، الشوكليت وال لا احنا هندلع اطفالنا دول، اهم حاجه في حياتنا، اغلى حاجه. عايزه ندخل على الحته دي علشان ماشي. اكيد هنعمل كده. اكيد. ممكن على فكره انا عندي بدائل كتير قوي. ممكن مثلا اللي هو الفاكهه المجففه ده حلو طبعا، القراصية والمشمشية والزبيب، الحاجات دي كويسة. اللوز كمان حلو. اللوز الحاجات دي حلوة جدا، بترفع عندهم على فكرة، بتحسسهم بالانتعاش كده ومزاجهم بيبقى حلو. الحاجات المسكرة، التمر برضو ممكن اديلهم منه، بس برضو طبعا ايه اخلي بالي من كم واحدة بس، ثلاثة مثلا ولا. وطبعا دي بتبقى بالنسبة لهم زي يعني بدل بقى الكاندي والحاجات دي، هنديلهم بقى الحاجات المجففة هيتبسطوا بيها، وانوع لهم بقى تبقى الوان. ولو تشوكلت ناخد دارك، الدارك شوكليت دي احسن حاجه. وبمناسبه الدارك شوكليت دي فيها هرمون اسمه سيروتونين، ده هرمون السعاده في جسمنا. فهياكلوه هيتبسطوا، ومدهم رايق، هتديهم طاقه. حلو. فهيبقوا هيتبسطوا. طب انا عارفه انه مع الاناسيليوم في اون تارجت فارما انتوا اخذتوا حالات اطفال، انا عايزه اشوف معاكي الاول. احنا هنبقى ببنوته جانا. هنشوف جانا البنوته دي كانت ايه، رغم ان احنا بنشوف الاطفال كده بيبقى يمكن بالنسبه لنا الرؤيه عاديه، لكن هي ما بتبقاش عادي وبتبقى الام شايفه ده. خلينا نشوف مع بعض طبعا. جانا كانت ايه بيفور اند افتر. في فرق برضو طبعا. عندها 11 سنه، كانت 77 بقت 65، خست معانا في شهر. طبعا ظبطنا لها النظام الغذائي بتاعها، وكمان ادينا لها، رشحنا لها كورس الاناسيليوم، الكورس المناسب ليها. سدينا الشهيه ان هي كان عندها شراهه للحلويات والنشويات، الكاندز والحاجات دي، فادينا لها حاجه تملي المعده وتحسسها بالشبع، وفي نفس الوقت تديها الطاقه. يعني ما نحسسهاش ان احنا حرمنا جسمها من كميه اكل او حاجه معينه. ده عايز عنده 8 سنين برضو، كان 50 ب 40. البطن باينه يا حبيبي جدا. يعني حتى ملامح وشه يعني سنه الحقيقي بان. خس معانا 10 كيلو في شهر ما شاء الله، برضو رشحنا له كورس مناسب. وبصي مش باين عليه انه تعبان، مش باين عليه انه مرهق، لا خالص. تحسي اصلا قبل البيفور وشه تعبان، او يعني مش طفل، مش تحسي خملان كده. بالظبط صح كده. فعلا. فدول كانوا من الحالتين اللي كانوا احنا مبسوطين جدا بيهم، هم نفسهم كانوا مبسوطين قوي بالانجاز اللي هم يعني حبيبي. كانوا طبعا اكيد هيفرق في نفسيته طبعا. الولد ده اهلاوي صميم. تمام. دي حاجه جميله جدا على فكره. هي فكره الثقافه ان احنا نلحق اولادنا في وقت صح، ده مهم. اكيد طبعا، عشان ما ياخدوش وقت طويل ويبداوا يتوجهوا صح. بالظبط. اكيد دي اهم حاجه. اهم حاجه ان انا كدوري كأم ان انا اعرف اشخص حاله ابني كويس، اشخص اعرف هوديه فين. طبعا اللي هو هتوديه عندنا في شركه اون تارجت فارما، عشان احنا اللي هنعرف نخسسه. فدي اهم حاجه، ان هي تعرف هتوجه طفلها فين، ايه النظام اللي هيمشي عليه، ايه الكورس اللي هو هياخده، هل الكورس ده امن، هل يعني لازم
تبقى. طب كلمينا عن الأناسيليوم لو سمحتي يا دكتور ماي، قول لنا هو عباره عن ايه لو لسه في اصدقاء لينا يعني بيشوفونا لاول مره. تمام. يفهموا الكورس ده بيعمل ايه وهو حاجه طبيعيه وحاجه مرخصه وحاجه امنه. اكيد طبعا. قول لنا بقى. ماشي. هو كورس الأناسيليوم هو مش برودكت واحد، هو عباره عن كورس مجموعه حاجات مع بعض. هنتكلم مثلا عن اول حاجه عندنا برودكت اسمه الأناسيليوم. الأناسيليوم ده عباره عن الياف طبيعيه، دي اللي موجوده في الخضار اصلا عندي. ايوه. فاحنا خدنا الالياف ديت عباره عن قشور بذور السيليوم. بس هنا السعرات اعلى، انتوا هنا عاملينها بنسبه الحرق تبقى اقوى. اكيد طبعا. النسب هنا بتختلف عن الطبيعي اللي احنا بناكله. الشبع يعني الشبع اللي حضرتك مثلا لو خدتيها تحسي بيه طبعا اعلى بكتير من اللي موجوده في الخضار. كويس. فديت بتنزل لما انا باخدها بشرب بعديها لازم كوبايتين ميه عشان الفايبر بتحب الميه، بتحب تنفش. عشان تنفش وتاخد مساحه. فتديني اكبر امتلاء للمعده اللي انا عايزاه عشان اشبع اكتر على مدار اليوم. فدي بتنزل المعده مثلا بتشغل من تلتين لثلاث ارباع المعده. فانا بيتبقى لي اخر ربع ده، وطبعا كلها حاجات طبيعيه ما فيهاش اي كيميكلز، بجانب ان هو فيه فيتامين سي مهمه جدا عشان مناعتي. كويس. مهم عشان بشرتي يعني. صحتي. حاطين فيه نسبه فيتامين سي حلوه جدا اللي هو الجسم المعدل اليومي اللي هو محتاجه الجسم. كويس. وكمان طعمه ده اهم حاجه فيه، ان احنا اهتمينا بالطعم. هو طالما الاطفال خدوه يبقى التسوي يعني هو طعمه من مستخلص الاناناس، فطعمه انا يعني بيشربوا كانهم عصير اناناس بالظبط. كويس جدا. فهو ده كان هدفنا ان احنا نعمل مجموعه او كورسات نخاطب بيها كل الفئات، الاطفال الكبار اللي عندهم امراض مزمنه. اللي عنده ضغط، اللي عنده سكر. احنا عايزين ان احنا منتجاتنا والنظام الغذائي اللي احنا بنعمله طبعا مع الفريق الطبي في الشركه نقدر يعني عايزين نقضي على حاله سمنا في مصر على قد ما عندنا بقى ثقافه غذائيه صحيه بجد. طبعا دي اهم حاجه ان احنا نوعي الناس وبنتكلم معاهم كتير قبل ما بنبدا النظام الغذائي بتاعنا. عايزين نعرف مثلا ايه اللي ادى للسمنه، ايه العادات الغلط اللي هم بيعملوها، بنبدا نتكلم معاهم ايه العادات الصح اللي لازم نعملها، الكورس ده لازم يتاخد ازاي. فده مثلا اول حاجه عن الأناسيليوم. في حاجات تانية كتير، مشروبات للناس مثلا اللي بتحب تشرب مثلا حاجات كتير فيها نسبه كافيين او كده. فدي برده من الحاجات اللي عندنا في الشركه، في المورينجا وفي الجرين كوفي. وبرده احنا خدنا بالنا ان الجرين كوفي في ناس ما بتحبش طعمه، فعملنا فليفرز كده البندق والموكا عشان يديك كده ايه احساس القهوه يعني، وفي نفس الوقت بنعلي الحرق، بنقلل، بنمنع الاحساس اللي هي الشراهه، بنحس ان احنا خلاص شبعانين مش عايزين ناكل حاجه تانية. كويس. انا بقى عارفه ان انتوا دايما بترشحوا دكاتره هي اللي بتتواصل طبعا مع الحالات اللي بتبقى موجوده. قولنا طب اول بقى ما نبدا نتصل يعني الارقام الاول وطرق التواصل، وبعدين نرجع نعرف بتاخدوا الحاله ازاي او بتستقبلوها ازاي. تمام. احنا عن طريق الارقام اللي تظهر على الشاشه. اوكي. موجوده بالفعل قدامنا واتساب او كولز عادي يكلمونا. تمام. وعندنا الاوفيشال بيجز بتاعتنا على الفيسبوك اون تارجت فارما على الفيسبوك. ايوه. والبيج بتاعت دكتور نهال حافظ خبيره التغذيه، هي دي المانجر بتاعت الماسكه الفريق الطبي، هي اللي بتوجه بقى كل حاله تروح لمين دكتور في الشركه. يقدروا يتواصلوا معاها عن طريق الفيسبوك واون تارجت فارما على الانستجرام. كويس جدا. بالظبط. دي اون تارجت كده. تمام كده. الثلاث صفحات دكتور نهال حافظ برضو البيج على الانستجرام. صفحه دكتور نهال نزلت. تمام. طيب قول لنا بقى اول ما بنبدا بيتواصلوا معاكم بتطلبوا بقى منهم ايه ويعني بيتعاملوا ازاي؟ بناخد الميديكال هيستوري بتاعهم، التاريخ بتاعهم، هل هم مثلا بيعانوا من امراض، هل هم سبق وعملوا دايت قبل كده، هل اخذوا ادويه، دي اهم طب حاجه. طب قول لنا بقى بالنسبه لحالتين الاطفال دول لما جولكوا تعاملتوا معاهم ازاي، بما ان النهارده حلقتنا عن الاطفال. عن الاطفال. لا دي الحمد لله كانت من الحالات اللي عندنا ايه يعني، هو محمد كان بيعاني من السمنه وكان بيحب ياكل اكل كتير وياكل من بره كتير. فكانت الام مش عارفه تعمل كنترول على الموضوع ده، كان هي شكوتها بقى ان هو بيحب المقليات، الحاجات المحمره اللي يعني ايه اللي معظم اطفالنا بيحبوها. فاحنا عرفنا ان احنا نتغلب على الموضوع ده، قفلنا الشهيه زي ما قلنا مثلا الأناسيليوم اداله امتلاء، هو نفسه ما بقاش عايز ياكل. ان احنا انا ما ينفعش طفل اجي اقول له انت هتعمل نظام غذائي بس هحرمك من الاكل ده واقلله. الحرمان كمان ده فتره نموه بتبقى صعبه جدا على فكره. اكيد. فكان الموضوع ان هو في الاول ما كانش متقبل او يعني ما كانش فاهم انه 8 سنين برده صغير. أكيد. يعني بس لما بدا ياخد كورس الأناسيليوم في الاول، احنا الاول قلنا له احنا ما فيش دايت واتكلمنا معاه وكده ودردشنا وبدانا يبدا خد الكورس. فلما خد الكورس هو نفسه بقى يحس ان هو انا بيرجع نص الطبق او اكتر من نص الطبق، يعني بياكل معلقتين رز مثلا في حته مثلا من الفرخه، يعني بدا هو نفسه يحس انا شبعان
عملتوا بقى كنترول ازاي في حته المقليات والحاجات دي؟ استبدلتوها له بايه؟ عندنا ماده كبسولات فيها اسمها جارسينيا كامبوجيا، الماده دي طبيعيه بتقلل الشراهه ناحيه النشويات، السكريات، الحاجات الثقيله اللي هي زي ما نقول الدسمه دي. فدي بتقفل لي برضو الشهيه، بحس ان انا مش عايزه اكل او ان انا انا كاني واكله كتير. فطبعا رشحنا له الكورس الكبسولات مع الاناسيليوم، مع ان هو بيحب سكريات حطينا له سكر سيسل دايت، اتبسط جدا ان هو بيحب يشرب عصاير وحاجات، ما حسش ان الطعم دايما مثلا سكر الدايت بيغير شويه الطعم. بس الانواع الكويسه يعني بتدي طعم حلو، بتدي طعم السكر اللي هو نفس السكر انا كويس. ما غيرتش حاجه. فهو ما حسش ان احنا غيرنا له في النظام بتاعه او حس ان احنا شقلبنا له الاكل اللي هو مثلا كل مسلوق، لا ما منعناش. احنا ادينا له الكورس، هو اللي نفسه بدا يقول، بدا يحس ان هو عايز ياكل اكل صحي، عايز خضار، زودوا بروتين. فبدانا ان احنا نمشي مع بعض واحده واحده كده لحد ما اتبسط. فتره قد ايه بقى يا دكتور؟ هو ما كملش شهر، من 3 اسابيع لشهر بالظبط. ما شاء الله. لان ما شاء الله الاطفال عندهم بيبقى الحرق عالي، ف مع ان احنا برضو بنزن وبنشوف الام وبنخلي الام نفسها كمان تبدا تعمل الاكل ليها وللبيت كله بطريقه يعني صحيه. شابو للام طبعا أكيد. اولا لان هي اكتر حد اكيد عانى، لان هي اللي بتنفذ التعليمات، فاكيد هي برضو بس هي الحمد لله ما كانتش بتعاني قوي معانا من الكورس عندنا، يعني ريحها بقت، خلت ان هو اللي رافض ياكل من بعد ما كان هو اللي عايز، انا عايز اكل كذا، انا عايز اكل كذا، بقى هو اللي عمال يقول قلل لي كميه الاكل، يعني هو اللي بدا يوجه الام تاكل ياكله ايه يعني بالظبط. كويس ده. لا وكمان فكره انه يتوجه للصحي، هي دي بقى النقله، هي دي الاصعب. لكن خلينا نقول بقى، طيب هنستمر ازاي بقى مع الاولاد اللي نزلوا دول؟ يعني هتستمروا معاهم ازاي بالاناسيليوم؟ هنستمر برضو بالكورسات بتاعتنا. مثلا ممكن في مثلا ناس تاخد، بنزود الجرعه شويه لو طفل عنده مثلا الدهون او السمنه عنده اعلى شويه، بنزود الجرعه. مثلا لو لقينا ان احنا وصلنا للهدف بتاعنا بنبدا نقلل مثلا العدد شويه، او برضو لازم الكورس ده يبقى اساسي معاه، لان هو طفل يعني هو مش فاهم فكره ان انا احرمه من الاكل، لحد ما يبدا هو يفهم خلاص ايه الاكل اللي انا هاكله، ايه الصح، ايه العادات، انا استخدم بدايل ايه، هو بيحب شكله، بيحب بعد كده يعني شايف ان هو بقى نشيط، مش خملان، مش متضايق. طبعا اديته كمان احساس نفسي يعني علت اكيد من مبسوط طبعا وسط الاطفال حبيب. بقى ان هو بيعرف يجري ويلعب فبقى مبسوط بصحته، فهو نفسه بيبدا بيكمل، هو بيبقى عايز يكمل في الكورس، يعني اللي هو خليني اكمل معاه. فبنبدا بقى في فتره ثبات. أيوة. بنرشح له كورس تاني لو كورس مخصص لثبات الوزن، وبعد كده بنفضل بقى نتابع كده مع بعض برضو على طول ايه الاخبار، ظبطنا. بس الحمد لله يعني اي حد معانا وصل للتارجت بتاعه ما احتاجش ان هو ما تخنش تاني، هو بقى حابب الحياه بالكورسات بالنظام الغذائي، فبقوا مكملين الحمد لله على طول. طب قولي لنا النصايح بقى، انت لسه مامي بنوتك هتخش اهي السكول او الفرنسير، يعني ربنا يبارك لك فيها. يا رب يخليها. داخله الكي جي، هتقفي بقى تعملي لها لانش بوكس ايه يا دكتور معي؟ قولي لنا. هي مثلا يعني في حاجه حلوه قوي انا حباها، الفشار. ممكن احط كمان مثلا بيعالج تسوس الاسنان، ما بيخليش اسنانها تتسوس. الفشار الفشار بس الفشار الساده، مش بقى قمص ولا كراميل ولا حركات كده، رشه ملح بسيطه كده. بالظبط. فممكن احط لها فيه فشار كبقى سناكس كده هتتبسط منه. حلو. نقطع ترنشات مثلا خيار، جزر، الالياف ديت مهمه عندي في اللانش بوكس. كمان في المرحله العمريه دي انا بدعم جدا اللي بتقوليه، لانه هم ما بياكلوش حاجه غير ده، الفاكهه ما عايزين سناكس طول الوقت، حاجه بس ما بيعرفوش ياكلوا اكل حقيقي ولا ساندوتش حقيقي، بيبقى ميني وحاجات صغيره. بالظبط. هحط لها مثلا بقى عين جمل، ده حلو جدا الاطفال، بيسود عندهم الذكاء. فاحط لها مكسرات، لوز، يعني احس ان هي تحس ان هي كانها مثلا حاجه كده سهله تاخدها وتاكلها على طول، تديها طاقه، تزود نشاطها، هو ده اللي احنا محتاجينه في اليوم الدراسي. ايه اللي ممكن تسمح لها بيه غير الدارك شوكليت؟ هحط لها الفاكهه المجففه زي ما قلنا، القراصيا، المشمش. طب الولاد اللي ما بيحبوهاش نعمل ايه؟ ممكن بقى مثلا هعمل لهم كيك مثلا بطريقه صحيه. هو ده الكلام. هو انا عارفه حضرتك. أيوة عايزه يا ايه بقى، ادينا بقى فرايتي بقى ما ينفعش. لا احنا هناكل كل حاجه، بس انا بتكلم الحاجات اللي هم محتاجينها تديهم طاقه تعزز معاهم. ايه رايك فيها؟ اكيد دي حلوه جدا. ها؟ نعمل كيكه الجزر تبقى لطيفه وفيها نسبه عين جمل. لطيفه، ونعملها بزيت، حاجه خفيفه مش لازم زبده والحاجات التقيله دي. انا دايما بحب الكيك بالزيت قوي، ما بحبوش بالزبده، بتطلع هشه، بتطلع هشه وخفيفه. أيوه. وما هياش متعبه. بالزبط. طيب ايه انواع الكيكس تاني؟ برتقان،
طبيعي، نعمله برتقال الطبيعي. او لا حاجه بقى هتفيدينا بقى في انواع الكيك اكتر يعني طبعا. نقدر ندي كمان ده كبدائل. او طبعا ما انا قبل مثلا ما تنزل المدرسه لو هديها الكورس الانا سيليم هيحسسها بالشبع، فانا اقدر بقى العب شويه في الاكل، احط كيك مثلا، هي بتحب البيتزا اعملها بطريقه صحيه شويه. ممكن نعمل البيتزا تحب الطريقه الصحيه من وجهه نظرك ان احنا نستبدل الدقيق الابيض، يعني هو ده المفروض ان احنا نستبدل الدقيق الابيض زي مثلا ما هنستبدل السكر الابيض، بس مثلا لو يعني في هو ما بيحب، في ناس ما بتحبش البدائل دي او الطعم مثلا بالنسبه لها بيتغير، فهنعمل عادي، هنعمل بيتزا بتاعتنا عادي جدا. أوكي. بس لما تاخد الكورس الطفل هيحس ان هو شبعان، مش يعني هو سلايز واحده هتبقى بالنسبه له هو مبسوط جداً. وموافق ومش عايز اكتر من كده. بالنسبه للكاتشب بقى والمايونيز والحاجات دي يعني طب ممكن الكاتشب لو عاملينه في البيت، انا ان شاء الله هعمل حلقه جدا. ده خاصه بالصوصات الطبيعيه في البيت من الحاجات الطبيعيه الاورجانيك. ده يا ريت والله تبقى حاجه، فكره حلوه قوي ان احنا عايزين نبعد عن اطفالنا اكتر حاجه، يعني المواد الحافظه والحاجات المصنعه دي اهم لأن حاجه يا دكتور. يعني انا مش حلو ان انا يبقى عندي طفل مثلا، لقينا طفل عندنا عنده 13 سنه وعنده كبد دهني، فدي حاجه من الحالات اللي ده لسه صغير على اكيد كده قوي. فاحنا عايزين ننشر ثقافه الهيلثي لايف ستايل، حياتنا بصحه حلوه، ناكل كل اللي احنا عايزينه ببدائل صحيه عشان نتبسط ونخس ونبقى مبسوطين بشكلنا بصحتنا قادرين كده خفاف يعني ان شاء الله. اكيد. طب قولي لنا بقى اخر حاجه قبل ما نختم عشان نعرف تاني طرق التواصل مره تانية عشان لسه حد منضم للفقره بتاعتنا. تمام. عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، واتساب او مكالمات، والاوفيشال بيجز بتاعتنا اون تارجت فورما على الفيسبوك، وعندنا البيج بتاع الدكتور نهال حافظ على الفيسبوك برضو هتنزل دلوقتي، دي البيج بتاعت الشركه ودي اهي بتاعت الدكتور نهال حافظ. ايوه وده الاناسيلي ما هو ماسكاه دكتور نهال. وطبعا اون تارجت فورم على الانستجرام. دول بقى للشباب اللي بيحبوا قوي الانستا ويحبوا يدخلوا. والدكتور نهال حافظ برضو على الانستجرام برضو. اوكي حلو قوي. طبعا انا يعني مبسوطه اولا بيكي النهارده، مبسوطه انك أكتر. يعني بجد بشكرك اولا لانك اخذتي موضوع اللي انا كنت حابه اتكلم فيه وعملتي لي منه الفقره بتاعتنا النهارده واخذتيه بجديه وجبت لنا الحالات حقيقيه تعاملوا مع الاناسيليا. اكيد طبعا. شكرا ليكي يا دكتور مي. شكرا لحضرتك. دكتور مي عبد اللطيف اسمحوا لي اشكرها اخصائيه التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه، شكرا ليكي. من الفريق الطبي طبعا لشركه اون تارجت فارما، شكرا جزيلا لشركه اون تارجت فارما على الحاجات الجميله بتقدميها. واسمحوا لي طبعا اشكر مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، تحيه وحب وتقدير لحضراتكم. ومن هنا حلقه جديده يعني اتمنى من الله والله يكتر على الله اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسعاده وسلامه وسلام عليكم.